السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. استمرت التظاهرات الاحتجاجية بين عرب الأحواز ضد قمع النظام الإيراني حسب ما أظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع. استخدمت قوات الشرطة الإيرانية الغاز المسيل للدموع وقامت بإطلاق نار لتفريق التظاهرات، كما اعتقلت العشرات من المتظاهرين الذين يطالبون بالحقوق القومية لعرب الأحواز ووقف حملات القمع الأمني والتعذيب والاعتقالات. وبرزت المشاركة الواسعة للنساء العربيات في هذه التظاهرات والاعتصامات هتافا وتشجيعا للشباب، ويطالب الجميع بحقهم في تعليم أطفالهم اللغة العربية وكذلك العمل في المؤسسات البترولية الضخمة في مدن الأحواز وحقوق أخرى كثيرة. وهذه التظاهرات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنها تشكل نقلة نوعية في حجم وأسلوب الاحتجاجات بالأحواز. تتصاعد هذه الأيام وإلى هذه اللحظة تتصاعد حركة الشارع، ويستغل المتظاهرون الليل لتكثيف نشاطاتهم في محاولة لإخفاء وجوه المشاركين لتحاشي المزيد من الاعتقالات. لكن الملفت في هذه المظاهرات كسر حاجز الخوف الذي سيطر على الأحوازيين على مدى السنوات الماضية، وذلك بسبب القمع وبسبب الاعتقالات والإعدامات العلنية. تفاصيل أكثر في تغطيتنا الخاصة لهذا الموضوع في حلقتنا والتي نستهلها بالعنوان. أحوازيون يطلقون حملة بعنوان أنا عربي للتنديد بالاحتلال الإيراني. أسرى أحوازيون في سجن شيبان يضربون عن الطعام احتجاجا على سوء الأوضاع. مواطنون أحوازيون يشتبكون مع أمن الاحتلال على خلفية هدم منازلهم في حي الزاوية. والانتفاضة الأحوازية مستمرة بوجه القمع الإيراني في يومها الخامس. برنامج إيراني مسيء يشعل الثورة في الأحواز. النظام الإيراني يقطع الاتصالات داخل الأحواز خوفا من الاحتجاجات. كانت هذه عناوين الأخبار، التفاصيل بعد الفاصل. تحية لكم من جديد. أطلق ناشطون في الأيام القليلة الماضية حملة أنا عربي عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل وقفات احتجاجية نظمها ناشطون أمام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير. احنا من نص العروبة، احنا مو مستعربين ونفتخر بأن العروبة من نقول أحوازي. أطلق ناشطون أحوازيون حملة بعنوان أنا عربي
تأكيدا على رفضهم محاولات الاحتلال الإيراني الفارسي تغيير الهوية العربية للأحواز. يأتي هذا في إطار مخطط إيران الاستراتيجي الذي يرمي إلى تغيير الخارطة السكانية للأحواز. فطهران لا تألو جهدا منذ عقود في انتزاع الهوية القومية للأحوازيين العرب وإلغاء خصوصيتهم الثقافية وصهر عروبتهم في بوتقة قومية فارسية مشبعة بالتعصب ضد كل ما هو عربي. وقد تم الكشف عن تلك المخططات الإيرانية عام 2005 مع تسريب وثيقة من المكتب الرئاسي إبان رئاسة محمد خاتمي، والتي كشفت عن تعليمات موجهة للوزارات لتدمير النسيج السكاني في الإقليم. وتتمثل الخطة الفارسية في توطين عرقيات إيرانية في المكان من أجل تحويل عرب المنطقة تدريجيا من أغلبية إلى أقلية على أرضهم، في خطوة تؤكد أن معاناة العرب استمرت في ظل النظام الإيراني الجديد الذي استلم زمام الحكم بعد ثورة الخميني عام 1979. ولا يهتم النظام الإيراني إن كان التجويع سبيلا لتغييره، فكثير من أراضي الأحواز الغنية زراعيا تمت مصادرتها من ملاكها العرب ومنحت لمستوطنين في المنطقة من العرقيات الأخرى. وتعتبر إيران في مخططاتها أن كل ما ينهي الوجود العربي في الأحواز مباح حتى وإن تعلق الأمر بتلويث البيئة، كما أن هذه الممارسات لم تأتي دون بروز عدة تيارات تحمل لواء الدفاع عن حقوق العرب في إيران. وتأتي هذه الحملة حملة أنا عربي تجسيدا للسعي المستمر من المواطنين الأحوازيين للفت نظر العالم لقضيتهم العادلة. وللتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا الآن الناشط السياسي الأحوازي علي كاظم. مساء الخير سيد علي. مساء النور يا أهلا وسهلا سيد علي. يعني فجأة يعني وجدنا بأن الجميع يرفع شعار أنا عربي، وجدنا بأن سواء كان في الداخل أو في الخارج. ما الذي أثار يعني هذه الحملة؟ ما هي الشرارة؟ طبعا أحييك وأحيي جميع المشاهدين. طبعا انطلقت هذه الحملة ردا على الأهانة الذي جاءت على التلفزيون الرسمي الإيراني في الإذاعة الثانية، تسمى للبرامج الأطفال تسمى كلاء قرمزي أو القبعة الحمراء. في الواقع في هذه البرنامج يضعون دميات من كل القوميات ولم يضعون الدمية الشخص العربي، ونحن أساسا لم ولن نعترف بوجود هذه الخريطة، يعني أقصد الخريطة الإيرانية. وتسمية إيران كلن الذي جاءت من 1930 أساسا لم نعترف، ونحن شعب ونختلف جذريا عن اختلاف كامل. أما نحن اعتراضنا على هذه ليست دمية، إن اعتراضنا هم يقولون أنتم لستم بعرب إنما مستعربين، وهذا الذي أثار الغضب الأحوازي. وأنتم أساسا لستم عرب إنما تعلمتم العربية لجواركم للدول العربية، على سبيل المثال الكويت والعراق والسعودية. أنتم أساسا في الواقع فورس. وشفت انطلقت هذه الحملة ردا على هذه الأهانة اللي جاءت على التلفزيون الرسمي الإيراني، وأخذت حقها من كل جميع الأحوازيين من نساء ورجال وشيوخ بالواقع في الخارج والداخل. وكما جاء في تقريركم هو شاركت في هذه الحملة وفي هذه الانتفاضة كل أطياف المجتمع الأحوازي. منذ فترة طبعا الإيرانيون وأقصد الفورس، هذه ليس أول مرة يطلقون هذه الأهانة على الشعب العربي الأحوازي الذي ما يعادل 10 إلى 12 مليون منذ فترة، وهم من خلال ممثلينهم الرياضيين أو في التلفزيون يقولون المستعربين أو يسموننا بالمستعربين. وهذا الذي أثار كثير وكثير من الغضب الشارع الأحوازي. نعم، يعني هذا التفاعل من قبل الأحوازيين
يعني هل هذا يعتبر يعني فيه يعني من ناحية النظام الإيراني تعتبر إهانة للنظام الإيراني؟ وجدنا مجموعة من الأحوازيين يمشون في شوارع المحمرة وفي عبادان ويعلنون بأنهم من العرب ويصورون أنفسهم ويستنكرون يعني مثل هذه الممارسات التي حصلت في التلفزيون الإيراني أو في غيره من المواقع التي تهين العرب. هل هذا يعتبر يعني تهور من قبل هؤلاء الشباب؟ وهل يعني هذا شكل لهم خطر؟ طبعا الخطر لا تعدت مرحلة الخطر على الأحوازيين. الأحوازيون جميعا هم اليوم يد واحدة ويريدون كلام واحد. نحن في معركة لإثبات وجود بالواقع. وأنا أن اعتقلت أو ابن عمي إذا اعتقل، وأنت شفت اللي في كل التصاوير وكل الأفلام اللي إجت بعد ما يخلون الكوفية يتنقبون فيها ويخرجون بالشوارع. في 2005 ممكن اللي خرجوا هم ما يقارب إلى إذا أريد أسميهم 5000 إلى 10000، بس اليوم في كل المظاهرات كل في كل مدينة أكثر من 5000 2000 و3000 يخرجون. والأمر اللي أثار يعني خلى الشارع كله أثار انتباه العالم هو حضور النساء وحضور الشيوخ. لأول مرة قاعد نشوفها في القضية الأحوازية يحضرنا، طبعا بعد مجيء الخميني لأول مرة، إنما في ثورة الشهيد محيي الزيبق حضرنا النساء وكان لهم دور، أما من بعد مجيء الخميني ومن بعد القمع والإعدامات والقتل الوحشي اللي بدون أي سبب، النساء والرجال والشيوخ بدأ حضروا بشكل قوي. وشفت رأيته في كل المقاطع الذي وصلتكم النساء يشجعن ويحمسن الشباب الأحوازيين، وهذا ليس تهور بل إنما إثبات وجود. نعم، هل تتوقع سيد علي بأن يعني مثل هذه المظاهرات أو هذه الاحتجاجات وأيضا حملة أنا عربي تعتبر يعني مستمرة في ظل هذه الأوضاع المتأزمة عند الأحوازيين؟ أخ عبد الله، استمراريتها بالواقع ترتبط بالأحوازيين في الداخل وفي الخارج، واستمراريتها ترتبط أيضا بالإعلام العربي. هذا كلها هي استمرار، وإن لم تستمر حتى إذا فشلت بعد 10 أيام، ما أقول فشلت إنما وقفت بعد 10 أيام، هذه نقلة نوعية للثورات والانتفاضات القادمة إن شاء الله. وإن شاء الله هذه نحن نتمنى إن شاء الله هذه الثورة لم ولن توقف. الشباب في الداخل قبل ساعة كانوا يراسلوني، وفي كل المناطق الأحوازية هم جاهزون وعلى هبة الاستعداد. أنا ممكن أقرأ لك على السريع في الفلاحية والحميدية والسوس وعبادان وتستر والمحمرة والأحواز حي العزيزية وكوت عبد الله وفي ميناء معشور والبسيتين والخفاجية وويس وأميلحة ودوار دور خوين وعبادان وكل المدن الأحوازية على هبة الاستعداد إن شاء الله الليلة للخروج وإعلان وجود واستمرارية المظاهرات أو الاعتراض على هذه الإهانات للأحوازيين. كل الشكر لك سيد علي على هذه المداخلة. كان معي مشاهدي الكرام السيد علي كاظم الأحوازي المسؤول الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية. نقل موقع أحوازنا أن أسرى أحوازيين معتقلين في سجن شيبان شرق مدينة الأحواز العاصمة دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام على خلفية الأوضاع المأساوية التي يعانون منها في السجن، وذلك بسبب الإجراءات التي تتخذها إدارة السجن ضدهم. كشفت مصادر أن معلومات تسربت من داخل السجن تؤكد إضراب الأسرى عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك احتجاجا على عدم وجود إمكانيات صحية لمواجهة الأمراض المتفشية في السجن والتي بدأت تصيب البعض منهم. وأضافت المصادر أن المضربين الأحوازيين يرفضون بإضرابهم
السلوك السيء من قبل سلطات سجن شيبان وما يمارسونه من عمليات تعذيب ضد الأسرى بشكل غير مبرر. يذكر أن إدارة السجن كانت قد منعت الزيارة عن الأسرى الأسبوع الماضي، حيث بقيت عوائلهم إلى أكثر من 6 ساعات أمام باب السجن وتحت أشعة الشمس دون أن تعرف سبب المنع. طلب ناشطون منظمات حقوقية للتدخل للضغط على دولة الاحتلال الفارسي للكف عن ممارساتها غير الإنسانية. وتناقل النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من عملية تعذيب قام بها مسؤولو سجن في شيبان تسببت في مقتل المواطن الأحوازي علي قاسم الساري البالغ من العمر 50 عاما. داهمت قوات أمن الاحتلال برفقة عناصر من البلدية في حي الزاوية خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وهدمت على إثرها منازل مواطنين أحوازيين، ما أدى إلى اشتباك المئات من أبناء الأحواز مع القوات المنفذة لأوامر الهدم. واستخدمت عناصر بلدية مدينة الأحواز العاصمة الجرافات على الطريقة الصهيونية لهدم منازل كل من المواطن ماجد ابن كريم المنصوري وكريم ابن ترياك مزرعة بذريعة عدم وجود تراخيص من البلدية للبناء. ورشق المواطنون الأحوازيون عناصر البلدية وقوات أمن الاحتلال بالحجارة، وردت الأخيرة بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق جموع الغاضبين من المنطقة، حيث أصيب عدد من المتظاهرين جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع بغزارة، ونقلهم شهود عيان إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي تطور سريع للأحداث، انتشرت عشرات المقاطع عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن المواجهات التي دارت بين الأحوازيين وقوات الاحتلال الإيراني، وطالب ناشطون كافة المواطنين الأحوازيين بالتكاتف بوجه ممارسات الاحتلال الإيراني والتي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة. تواصلت تظاهرات مواطني الأحواز احتجاجا على العنصرية المعادية للعرب وسياسات التمييز التي ينتهجها النظام الإيراني بحقهم، فيما شنت فرق من الأمن هجوما على المتظاهرين، وأظهرت مقاطع بثها ناشطون هجوم مسلحين من الأمن على المتظاهرين وضربهم بالعصي والهروات وسط إطلاق النار الكثيف وإلقاء القنابل المسيلة للدموع. من جهتها أفادت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أنه تم اعتقال 12 شخصا في مظاهرات الأحواز من بينهم 3 نساء. بثت القناة التلفزيونية الثانية الرسمية في إيران برنامجا تلفزيونيا خاصا للأطفال تحت عنوان كلا قرمزي بمناسبة أعياد رأس السنة الإيرانية النيروز. وتضمن هذا البرنامج فقرة استعراضية دعائية تتجاهل الوجود العربي بشكل كامل في منطقة الأحواز ذات الأغلبية السكانية العربية الواقعة في جنوب غرب إيران. وفي حلقة يوم الجمعة ظهر في الحلقة طفل وهو يقوم بإلصاق دمى بشرية ترتدي كل منها أزياء تمثل الزي التقليدي لأحد الشعوب القاطنة في مختلف المناطق ضمن خارطة إيران الديموغرافية، إلا أن البرنامج تجاهل عرب الأحواز وتعمد إلصاق دمى تمثل قوميات إيرانية أخرى ترتدي الزي التقليدي غير العربي. تزامنا مع اتساع الانتفاضة الأحوازية العارمة والتي اجتاحت مدن وربوع الأحواز، شرع النظام الإيراني المحتل في قطع وسائل الاتصال بالداخل وإيقاف مجموعة من أبراج الاتصال خوفا من انطلاق الحراك باقي المدن الأحوازية التي لم تنتفض بعد. وأكدت تلك الخطوة على حالة الرعب التي تنتاب الاحتلال الفارسي من استبسال المناظرين الأحوازيين
وحراكهم الشعبي القائم على حقوق مشروعة. مشاهدي الكرام، التفاصيل في هذا التقرير. على مدار الأيام الماضية خرجت حشود من العرب الأحوازيين في مظاهرات احتجاجية ضد قمع النظام الإيراني لهم. حسب ما أظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طالب المتظاهرون بالحقوق القومية لعرب الأحواز ووقف حملات القمع الأمني والتعذيب. وانطلقت المناوشات بين الأحوازيين وقوات الأمن الإيرانية منذ أيام في عدة مدن على إثر بث القناة الإيرانية الثانية برنامجا يظهر الخارطة الإيرانية، فوقها دمى تبين تركيبة القوميات في إيران خالية من العنصر العربي، حيث استخدم برنامج يخاطب الأطفال دمية لقوميات أخرى في مناطق عربية في جنوب الأحواز ومناطقه الشمالية، في حين لم تستخدم للمناطق المركزية القريبة من حدود إيران أي دمى تدل على وجود العرب في إيران، وهو ما أدى إلى استياء واسع في المدن العربية. وعلى إثر إذاعة البرنامج المسيء خرجت مظاهرات حاشدة أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون التابع للاحتلال في مدينة الأحواز العاصمة، احتجاجا على الإساءة للعرب في التلفزيون الإيراني. هذا وتضم الأحواز المحتلة من إيران 90% من ذخائر النفط والغاز في إيران، إلا أن سكانها يتهمون السلطات بممارسة التمييز وتغيير التركيبة السكانية والبطالة الواسعة ونقل مياه الأنهار. فمنذ احتلال إقليم الأحواز في الربع الأول من القرن العشرين نفذت الحكومات الإيرانية المتعاقبة خطة شاملة لمحو الهوية الأحوازية ليتصاعد القمع مع وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. وينضم إلينا للتعليق على تطورات الأوضاع في المشهد الأحوازي السيد محمود أحمد الأحوازي المسؤول العام لجبهة الأحواز الديمقراطية. مساء الخير يا أبا بشير. أهلا وسهلا، مساءكم خير، وشكرا جزيلا للاستضافة ولما تقومون به لخدمة شعبنا ومساندتكم له. الله يحييك أبو بشير. يعني لعلك يعني تابعت وشاهدت الأحداث المتسارعة داخل المناطق الأحوازية، نحن في اليوم الخامس على التوالي، كيف تقرأ هذه المظاهرات، هذه المسيرات التي اتسعت في جميع مناطق ومدن الأحواز؟ شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذ أبا أصيل. الثورة الأحوازية منذ 1925 مستمرة بأشكالها المختلفة وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن شكل لشكل آخر. اليوم الذي حصل بالأحواز خلال 5 أيام الماضية نقلة نوعية في النضال الأحوازي. هذه النقلة نقلت الشعب الأحوازي كله على الإطلاق بكل فئاته وكل فصائله وكل تياراته مع القضية الأحوازية، وهذا لم يحصل خلال تاريخ الأحواز 93 سنة. نعم كانت تنظيمات وكان نضال وكانت شهداء كثيرين، لكن هذه المرة وهذا الذي أرعب النظام وهذا الذي ترك النظام مرددا في أي خطوة يريد أن يأخذها. تفضلت في التقرير أنه في جميع المناطق، للأسف إلى الآن لدينا الساحل الشرقي لم يظهر فيه إلا بعض التحركات في عسلوية وفي أبو شهر، ونتوقع منهم القيام بذلك. الليلة الماضية 8 مدن أحوازية كانت فيها مظاهرات صاخبة وكبيرة جدا، والليلة اللي قبلها كانت فيها 7 مدن منتفضة وبآلاف من المنتفضين في ومدن هي الأكبر في الأحواز مثلا، وهي 2 مليون نسمة العاصمة، وعبادان ومعشور والخفاجية والشبيشة، هذه كلها مدن كبرى ليست صغيرة. الواقع هذا يعني أنه نحن نتجه باتجاه
ثورة شعبية كاملة وعارمة إن شاء الله للمستقبل. كلما مرينا به كنا نتوقع هذه المرحلة. نعم. واليوم المرحلة هذه نحن معها، وإن شاء الله بالمستقبل ستكون الثورة الأحوازية بخير أفضل مما كانت عليه. والثورة اليوم لها ملايين الأحوازيين يناصرونها ويسندونها ويشاركون فيها. نعم سيد محمود، يعني ما سر يعني هذا الاستمرار والنضال عند الشعب الأحوازي؟ نجد بأن يعني في انتفاضات عديدة، مرورا ب 15 نيسان، مرورا ب 2009 أيضا، يعني وجود انتفاضات متفرقة في دائما في كل عام في شهر نيسان، أيضا في انتفاضات الأحوازيين بسبب تجويف مياه نهر كارون، أيضا الاحتجاجات التي كانت قبل شهرين، نجد بأن هناك انتفاضات ويكون معها اعتقالات، ومع هذه الاعتقالات يزيد الشعب في الإصرار والتحدي رغم القمع. ما يعني ما هي الأسرار؟ طبعا طبيعة الثورات التحررية هذه طبيعتها أنه الشعوب دائما مقابل الاستعمار ومقابل الاحتلال تقف وقفة رجل واحد، لكن الفرق أنه عادة الشعوب لا تثور كل الملايين المتواجدة على الأرض، يثور منها 10,000 20,000 30,000 100,000 200,000 وليست 10 ملايين مثل ما حصل في هذه الانتفاضة الأحوازية اللي إلى الآن شمال الأحواز اللي هو 5.5 ملايين 6 ملايين نسمة منتفض كله بأكمله وجزءا من شرق كارون شرق الخليج العربي. إذن الانتفاضة هذه الانتفاضة والانتفاضات السابقة كلها ترتبط بموضوع التحرير، لكن النظام وسياسته الفاشلة دائما وإجرامه واحتلاله وعنصريته تدفعه دائما لتحريك المشاعر عند الناس الذين لا يريدون أن يدخلون في السياسة مثل الموظفين والجنود والآخرين الذين يعملون مع النظام. لكن في هذه الانتفاضة النظام أجبر الجميع على الدخول، المرأة دخلت بقوة، هو التي تعمل مع النظام، من بينهم بعض الأعضاء بالبرلمان أيضا شاركوا في هذه المظاهرات وأيدوا هذه المظاهرات. لماذا؟ لأن النظام مس شعور الجميع ومس الهوية الأحوازية، ونحن الأحوازيون الواقع نضالنا منذ البداية وإلى اليوم نظرا لسياسة التفريس الحمقاء التي يتخذها النظام بأساليب مختلفة وبالتعذيب وبالقتل وبالإعدامات، ويريد أن ينفذها ويفرس الفرس العرب. نجحوا الأحوازيون خلال 93 عام من إبعاد هذه السياسة عن مناطقهم، والآن هو مصر على ذلك بطريقة مختلفة، ويأتي بالفرس وينزلهم من الجبال ليقطنوا الأحواز حتى يقول أن الأحواز هي ليست ما يسميها خوزستان، ليست عربية بل هي فارسية، وهؤلاء الفرس هم الذين يقطنونها. نعم. لكن الأحوازيين ردوه على عقبة، وسيردون الفرس والمستوطنين أيضا كما ردوا النظام إن شاء الله. نعم سيد محمود، أخيرا يعني طبعا في المظاهرات الماضية التي كانت يعني في مختلف جغرافية إيران، كان يعني بعض المحللين السياسيين يقولون بأن الشعوب هناك كانت تفتقد إلى الرمز الذي يقود مثل هذه المسيرات ويدعم هذه المسيرات حتى تصل إلى مبتغاها. يعني في ظنك يعني هل هذا يعتبر يعني شيء مهم، وخصوصا نجد الآن يعني الأحوازيين يستمرون بين كل فترة وأخرى ولا يجدون الشيء المحرك الأساسي الذي يدعمهم، سواء كان من مؤسسات حكومية في الخارج أو يعني منظمات حقوقية دولية تحفظ يعني الإنسان الأحوازي من أي اعتقال، من أي كبت، من أي قمع، من أي اعتداء من قبل نظام الإيران؟ طبعا الثورة الأحوازية تعتبر هي ثورة عربية نظرا لشعاراتها، نظرا لموقعها الاستراتيجي، موقعها السياسي، جيوعسكري. النظام الإيراني ليس عدو للأحواز فقط، بل هو عدو لكل الأمة العربية على الإطلاق، وعدو للإسلام في كل بكل فئاته. لكن للأسف
خارج الأحواز ليس هناك من يبحث عن حل القضية الأحوازية ولا حتى مناصرة إلى حد ما. وترى حضرتك الآن القنوات العربية التي تتجاوز 450 قناة تلفزيونية خاصة وحكومية، خصوصا الحكوميات لا تسند إلا 2-3 منها تسند القضية الأحوازية. ألو. نعم معك يا سيدي. وهناك بعض القنوات الحكومية القليلة جدا، لا أقل من عدد الأصابع التي تسند القضية الأحوازية، وحول عدم حضور عدم ظهور قوة التي تتمكن أن تتعامل مع هذه الدول، لأن هذه الدول المشكلة أن هذه الدول لا تريد أن تسند القضية وإنما تسند جهات التي تريدها لمصالح ضيقة. ولا نريد أن ندخل بتفاصيل شيء، لكنه القضية الأحوازية سائرة إن شاء الله، والشعب هو يقود قضيته والقيادات الأحوازية متفقة جميعا. واليوم نحن الحمد لله عينا في المجلس الوطني، تعين الأستاذ حسن الهلالي أمين عام حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، تعين رئيسا للمجلس الوطني الأحوازي. نسير إن شاء الله معا، 4 تنظيمات رئيسية الأحوازية نسير معا إلى الأمام. في نقطة أنا قبل لا ينتهي لحضرتك تفضلت، هذا آخر سؤال الآن أكلم حضرتك والتليفون أماني، جاءتني رسالة أنه حي الخزامي اللي عادة نحن هذه الأيام المظاهرات ليلية، أيوة. حي الخزامي في الأحواز بدأ الآن مظاهرته، وهو أحد أحياء مدينة الأحواز. أبشر به شعبنا العربي في كل مكان، وأبشر شعبنا في الداخل لينتفضوا، ومدعوين جميعا للمشاركة في هذه الانتفاضة. هذه الانتفاضة ليست فقط للمتحرريين، ليست فقط للانفصاليين مثل ما يوصفهم النظام، بل هي لجميع شعبنا الذين تحرك الآن وأصبح كله في خط التحرير وفي خط الانتصار على الاحتلال. ونتمنى أن لا يحسب أحدا أن هذا شيعي وهذا سني أو هذا تابع لجاد وهذا تابع للجبهة العربية، كلنا في خط واحد وفي مسار واحد لتحرير الوطن، وكلنا جنود للوطن إن شاء الله. كل الشكر لك سيد محمود على هذه المداخلة، أيضا على هذا الخبر الحصري بوجود مظاهرة حالية الآن عند دوار الخزان بالأحواز. نسأل الله أن يحفظ إخواننا وأهلنا في الأحواز من كيد هذا النظام ومن شر اعتقالاتهم، وأيضا مكرهم بكل من أراد النضال والدفاع عن هويته وعن شعبه. كان معنا السيد محمود أحمد الأحوازي أمين عام جبهة الأحواز الديمقراطية. ما الذي أشعل الثورة في الأحواز وما هي مآلاتها؟ فيما يلي القصة الكاملة. تشهد الأحواز تظاهرات حاشدة يقودها الآلاف من الأحوازيين للمطالبة برحيل النظام الإيراني بعدما ارتكب الأخير جرائم بحقهم من قتل واعتقالات وتعذيب وسرقة ثروات الوطن ومحاولات التهجير القسري لإحلال مستوطنين فرس وطمس الهوية العربية. البداية حينما نظم الأحوازيون مظاهرات ليلية مرتدين ملابس عربية تعبر عن هويتهم، ورفعوا شعارات باللغة العربية منها بالروح والدم نفديك يا أحواز، غير أن الأمن تعامل مجددا بالقوة المفرطة وفرق المتظاهرين باستخدام إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع. Yeah.
وتجمع الأحوازيون مرة أخرى يوم الخميس في عدد من المدن وهي عبادان والمحمرة والفلاحية والخفاجية ضد ما وصفوه بالعنصرية وإهانة العرب في التلفزيون الإيراني واستمرار سياسات الاضطهاد القومي. وصباح يوم الجمعة خرج الأحوازيون مجددا من منطقة كوت عبد الله رافعين الشعار الثابت لهم بالروح بالدم نفديك يا أحواز، كما عمت الاحتجاجات عددا أخرى من المدن والأراضي العربية مطالبين بالإفراج عن 12 شخصا من بينهم 3 نساء كانت قوات الأمن الداخلي قد اعتقلتهم يوم الأربعاء والخميس. كما تعمدت قوات الأمن الإيرانية إطلاق النار وقنابل الغاز على متظاهرين أحوازيين في مدينة كوت عبد الله مركز مقاطعة كارون في محافظة الأحواز جنوب غرب إيران. بابا مشغي كما أفادت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن المظاهرة شهدت هجوما من قوات الأمن والشرطة بينما دبت حالة من الفوضى وإطلاق النار في اليوم الثالث من الاحتجاجات العربية ضد ما يوصف بالعنصرية وإهانة العرب الأحواز وذلك بعد صلاة الجمعة. هذا وقد اندلعت هذه الموجة العارمة من الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في الأحواز العربية على خلفية حالة استياء شعبية بعد أن بثت القناة الثانية بالتلفزيون الإيراني برنامجا يتحدث عن القوميات الموجودة في إطار الجمهورية، لكنه تجاهل العرب بشكل تام ونشر صورا للقومية اللورية بالزي التقليدي اللوري على أنهم من سكان المنطقة العربية الأحوازية. نعم البفتة زنجيرتي هو إعلام الولي الفقيه الطائفي العابر للحدود بفيلق القدس لارتكاب الجرائم بحق الأكثرية السورية والعنصري المضطهد للغالبية العربية في إقليم الأحواز المحتل جنوب غرب إيران. يعرض التلفزيون الإيراني الرسمي وفي أقل من أسبوع مجموعة من البرامج العنصرية المستهزئة بالعرب عموما وإقليم الأحواز المحتل على وجه الخصوص. لليوم الرابع على التوالي مظاهرات غاضبة تجتاح مدن وبلدات الإقليم تنديدا بما وصفوه بالعنصرية والتمييز والاضطهاد القومي الممارس من قبل النظام الإيراني ضد العرب الأحواز.
المظاهرات المطالبة باستعادة الهوية والكرامة العربية المنتهكة أخذت منحا متصاعدا، لا سيما بعد برنامج تلفزيوني آخر تعمد التجاهل التام للوجود العربي في الإقليم المحتل على حساب إظهار باقي المكونات أثناء احتفالات رأس السنة الإيرانية النيروز. وهنا تقول وسائل إعلام محلية أن مظاهرات شعبية غاضبة تمددت من منطقة كوت عبدالله لتشمل مدن الأحواز والمحمرة ومعشور وعبدان بالإضافة للخفاجية والفلاحية وغيرها. هذه المظاهرات بشقيها الليلي والنهاري امتازت بحضور نسائي واسع ورفعت شعارات تستنكر الاضطهاد القومي والتمييز العنصري وسياسات النظام الإيراني الممنهجة لتغيير تركيبة الإقليم الديموغرافية من خلال بناء مستوطنات وإسكان غرباء على حساب تهميش الأكثرية العربية بهدف تحويلهم لأقلية مع مرور الوقت، فضلا عن السرقة المتواصلة لنفط وغاز الإقليم المحتل منذ نحو 80 سنة. مقاطع مصورة تظهر قوات خاصة إيرانية وميليشيات تتبع للحرس الثوري والبسيج أثناء إطلاقها الرصاص الحي على المتظاهرين، ما تسبب بإصابة العديد منهم بجروح. فيما أكدت مصادر حقوقية في الأحواز أن الأمن الإيراني اعتقل عشرات المتظاهرين وسط مخاوف من تصفيتهم في السجون أو إظهارهم على شاشة التلفزيون الإيراني للإدلاء باعترافات تحت التعذيب كنسخة توأم لإعلام نظام الأسد. سلسلة إقدامات ناامسازي را عليه مردم وأماكن. واستمرارا لاضطهاد العرب، تجاهل خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله محمد علي موحدي كرماني انتفاضة العرب الأحواز المستمرين في مظاهراتهم يوم الجمعة الماضية احتجاجا على السياسات الإيرانية القمعية ومحاولة تفريس الإقليم العربي الذي تم احتلاله في عام 1925 ميلادي. وللأسبوع الثاني على التوالي دعا خطيب جمعة طهران موحدي كرماني دعا الشعب الإيراني إلى تشجيع الإنتاج الوطني وذلك عبر شراء السلع الإيرانية، مؤكدا أن شراء السلع الإيرانية يؤدي إلى تحريك عجلة الإنتاج الوطني وبالتالي يقود إلى الازدهار الاقتصادي، في خطوة عدها المراقبون استعدادا رسميا لمرحلة ما بعد تقويض الاتفاق النووي وإعادة أمريكا حزم عقوباتها القاسية ضد النظام الإيراني. في تغطية مستمرة بإذن الله عز وجل سنكون معكم إن شاء الله في مساء الثلاثاء القادم. دمتم بخير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الشعب يوما أراد الحياة، لا بد للحق أن ينتصر، ولا بد